أنا أؤمن بكلمة الله من أولها لآخرها، من الجلدة لبعد الجلدة. أنا أؤمن أن كل كلمة جاءت في كلمة الله هي حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته. وأن كلمة العهد القديم أو العهد الجديد هي كلها الكتب المقدسة. وأنا أؤمن أن ما يحدث في حياتنا في هذه الأيام نقراه في الكتاب المقدس من أول كم ورقة موجودة في الكتاب المقدس. كل شيء بيحصل بنعيش، ودي واحدة من صدق كلمة الله. كلمة الله صدقها وقوتها أن بتورينا إحنا وبتقرينا ما يحدث، مش فكرة بس أن احنا نقدر. رب هو ده شعب واحد ولسان واحد لجميعهم، وهذا ابتداؤهم بالعمل، والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه. هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض، فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض، فكفوا عن بنيان المدينة، لذلك دعي اسمها بابل، لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض. ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض. هنصلي ونشوف ربنا عاوز يقول لنا إيه. أمين سيدنا، نحن نثق أنك أنت اللي جبت ولادك في هذه الظروف إلى هذا المكان، أنت اللي جمعتهم، أنت اللي حطيت فيهم الإحساس بالمجيء إليك عشان يقولوا لك بنحبك، ويقولوا لك من مشرق الشمس إلى مغربها اسمك مسبح، ويقولوا لك كل الكلام الحلو اللي طلع ده سيدنا الرب. وعشان أنت اللي جبتهم كمان، تعالى من فضلك سمحهم كلمتك، تعالى قل لهم إيه المقصود بما موجود في الكلمة الحية المباركة. شجع نفوسهم، شجعني، شجع أولادك يا سيدنا الرب في هذه الأيام. وأنا بشكرك لأنك إله حي وفعال، تعالى كلم أولادك بكلمتك علشان خاطر ابنك وحيدك الرب يسوع. آمين آمين. علشان نفهم القصة الجميلة دي، يعني الحدث ده، عشان نفهمه ايه انطباعه وايه تأثيره او ايه وجه المشابهة بينه وبين ما يحدث في عالمنا، محتاجين شوية نمشي شوية في سفر التكوين. ومش هنرجع بالآيات لكن هنتكلم عنه. اولا القصة دي حدثت قبل الإصحاح 10، يعني إصحاح 10 اللي فيه مذكورة التوسيعة او التوزيعة بتاعت أولاد نوح اللي فيها 70 شعب في الإصحاح ده، ودي أهم وأقوى وثيقة موجودة لتنوع الشعوب في تملكها البشرية. الإصحاح 10 من سفر التكوين بنلاقي أنه من ولاد حام طلع مجموعات منهم، وطلع واحد اسمه كوش، ومن ولاد كوش طلع واحد اسمه نمرود. نمرود ده هو قائد هذه الحركة، قائد الحركة دي، قائد الحركة اللي هيروحوا إلى بلاد شنعار ويحاولوا يعملوا مدينة ويعملوا برج. نمرود قائد هذه الحركة يوصفه الكتاب المقدس بأنه ابتدى يكون جبار، ابتدى يكون جبار، يقول كده النص، ابتدى يكون جبارا في الأرض. والعبري زي العربي، والعبري اسمه جبور، فهذا هو الإنسان الجبور، الإنسان الجبار اللي جه
ويقود مجموعة من البشر في أول شلة وأول تفكير جماعي عايز يعيش بيه ويعمل مدينة وبرج اسمه جبور الجبار. اللغة العبري أو الأسماء كمان في العهد القديم كانت دايماً تحمل صفات، مش مجرد أسماء منتشرة لكن كانت تحمل صفات. ونعرف أنه حتى من أول التسميات نلاقي أبونا آدم سمى أمنا امرأة لأنها من أم امرئ أخذت، سماها امرأة. برضو العبري قريب من العربي، وأنا ملياش في العبري، أنا مش دارس عبري، الحكاية دي على الكمبيوتر عملية سهلة، تدوس كده كليك هير يطلع لك كل حاجة. فالعبري اسمها قال عنها امرأة لما جت هي بعد ما اتطردت وربنا اداها الولد الأولاني قايين، سمته قايين لأن قالت عنه اقتنيت رجلاً، عشان كده سمته قايين جسدي، ومعنى كلمة القايين جسدي. بعد كده هابيل معنى الاسم نسمة أو نفس أو روح، فكان في الجسدي وكان في الروحي، والجسدي يضطهد الروحي والجسدي يقتل الروحي، ده اللي حصل في الإصحاح الرابع من سفر التكوين. بعد كده نلاقي بعد كده مات هابيل، قايين اضطرد بعيد أو مشي بعيد، جابت ولد تاني سمته شيث، وشيث يعني عوض أو عوض، عم عوض. فعم عوض جه الرابع، لكن في حاجة بعد عوض تاني غريبة جدا، عوض خلف واحد اسمه أنوش، وأنوش معنى اسمه الإنسان الصغير، الإنسان الصغير، الإنسان المتواضع. وبعد دي على طول في بداية الإصحاح الخامس من سفر التكوين يقول لك كلمة غريبة جدا، إن بعد لما خلفت أنوش حينئذ ابتدأ أن يدعى باسم الرب. وكأنه مرة أخرى القصة لما تلخبطت، لما جاء الإنسان في حجمه الطبيعي، الإنسان الصغير المتضع، وفي ترجمة أخرى حينئذ ابتدأ ينطق باسم الرب عند أنوش الإنسان الصغير. لكن بعد كده بنشوف بقى قصة اللخبطة اللي حصلت أيام نوح، ونوصل لغاية ولاده لما ينزلوا ويجينا جبور، يجينا الجبار اللي حاسس بنفسه الإنسان الجبار، إنسان أنوش. حينئذ ابتدأ أن يدعى باسم الرب، ابتدى الناس تدور على ربنا بجد وتنطق باسم الله. لكن لما جه جبور الجبار ما جاش فيه خالص اسم ربنا، وما كانش بيدور على ربنا لكنه اكتشف حاجات تانية. هذه القصة بتاعت الإنسان، هي حينما يكون الإنسان في حالة الاتضاع، وعلى فكرة المناسبة الاتضاع يبص روحه كما هو، لا يبص فوق ولا يبص تحت، تبص روحك زي ما أنت، تكتشف أنك ضعيف، أنك تحتاج إلى عمل إلهي قوي عشان تقدر تعيش. أما الجبار المتجبر أخونا نمرود ابن كوش الجبور هو اللي قاد هذه الحملة، ولعله قاد هذه الحملة أو حصل حقيقة بعد الفيضان، بعد الطوفان، وبعد الهلاك اللي حصل للبشرية، خلى جبور يفكر، وكل الناس كانت عايشة في فكرة الهلاك الذي حدث أيام الطوفان. فكر جبور، خد كل العيلة ويقول الكتاب ارتحلوا شرقاً. وطبعا هي قصة ارتحال شرقا دي قصة جغرافية بحتة، يعني مشيوا ناحية الشرق، صحيح انهم مشيوا ناحية الشرق، بس لما تاخد بالك في الكتاب المقدس من اول تكوين ثلاثة لغاية الحتة دي هتكتشف ان كلمة الشرق دي ذكرت ثلاث مرات. المرة الاولى لما ربنا طرد آدم شرقي جنة عدن، طردوا في الشرق، وبعدين يجي بعد كده قايين بعد ما قتل اخوه انه رحل وخد عيلته شرق جنة عدن، راح ناحية الشرق تاني، وهنا ده بيرتحلوا شرق. هل كلمة ارتحلوا شرقا تعني المزيد من الابتعاد، المزيد من الابتعاد عن الله، المزيد من اختيار اتجاه بعيد عن الله؟ هل ممكن يكون تحميل وممكن يكون حقيقة، لكنه الكتاب بيقول وفي ارتحالهم شرقا، هم ماشيين في هذه السكة، وجدوا قصة كده، وجدوا هنا مكان معين اللي هو حاليا تقريبا إيران اللي هي أرض شنعار. ولما نقرأ في الكتاب المقدس هنلاقي في مشاكل كتيرة جدا من أرض شنعار، وفي حتى كانوا بيشتغلوا
يعني حتى الثوب الشنعاري اللي لقاه عخان ابن كرمي يعني مصنوع في إيران، واضح أن النسيج كان متميز في هذه المنطقة. فالشنعار دي لها تقراها في الكتاب، هي أرض غنية، أرض غنية، لكن أيضا كانت بالذات بتجذب أولاد الله، بالذات بتجذب الناس تقع في الخطأ. ده المعاني الرمزية لهذا الأمر. لكنهم وهم بيرتحلوا شرقا يقودهم جبور، أول مرة نسمع عن كلمة هلم، يلا بينا يلا مع بعض. ربنا مش مذكور في هذه القصة، لكن يلا احنا نقدر عليه، احنا حلوين مع بعض، يلا هلم. أول شلة أيها الأحباء، أول تحالف بالتعبير الجديد، أول فكرة عولمة يجيب الناس مع بعض، هلم احنا نقدر، جبور جبار والناس اللي معاه جبابرة، وعايزين يعملوا وعايزين يتحدوا أي إله ممكن يتدخل في الحياة. فهم جم إلى أرض شنعار وقال لهم هلم، الفكر الجماعي، فكر دراعي في دراعك وكتف في كتفك، ويلا يلا خلينا نعمل حاجة لألا نتبدد على وجه هذه الأرض. دي أول شلة أيها الأحباء، قائدها هذا الجبار. هلما ارتحلوا شرقا، هو بيبعد بيبعد بيبعد، لقيوا حتة أرض كويسة وقالوا هلم. طيب إيه اللي خلاهم يفكروا في بناء المدينة والبرج؟ إيه اللي خلاهم؟ حاجة غريبة جدا حصلت في هذا الوقت. الحاجة اللي حصلت فيها إنهم اكتشفوا واخترعوا، في اكتشاف وفي اختراع. وزمان وإحنا في إعدادي كانوا بيعلمونا الفرق بين الاكتشاف والاختراع. أنتوا ما رحتوش إعدادي؟ مش شايف حد أبدا. دلوقتي يعني دلوقتي بيعلموها الأولاد سنة أولى ابتدائي أو في الآي جي، مش عارف ياخدوها في الآي جي مش عارف. فإيه الفرق بين الاكتشاف والاختراع؟ أن الاكتشاف هو اكتشاف قوة موجودة ما كانوش يسمعوا عنها قبل كده. الاختراع هو أنه على هذا الاكتشاف أو من غير هذا الاكتشاف يبتدي الإنسان يعمل حاجة من ذاته. أدي حضراتكم مثال، الكهرباء اكتشاف ولا اختراع؟ اكتشاف. إنما المصباح الكهربائي اختراع. قوة البخار اكتشاف ولا اختراع؟ اكتشاف. إنما الآلة البخارية اختراع. القوة المغناطيسية الموجودة في الأرض اكتشاف ولا اختراع؟ اكتشاف. إنما الموتور والدينامو أو زي ما بيقولوا الكهربائية الدينامو، الموتور والدينامو دول عشان على الفكرة المغناطيسية دول اكتشفوا الاختراع؟ اختراع. فهم ماشيين اكتشفوا اكتشاف. إيه هو الاكتشاف؟ الطين. إيه هو الطين بقى؟ الطين إنه اكتشفوا اكتشاف الحمر. إيه هو الاكتشاف الحمر ده اللي يقول حمر؟ اللي هو القار، واللغة العربية وسامحوني في التعبير الزفت، الزفت. والكتاب المقدس بيقول إن أم موسى طالت السطل بالحمر والزفت، ده كان الاكتشاف. منطقة اللي هناك فيها بترول، فبيطلع على وش الأرض يلوه مادة لزجة، هذا هو الاكتشاف، اكتشاف خطير. البترول أو هذه المادة اللزجة اللي هي الزفت. الاختراع بقى انهم لما ليوا الطين قدروا يصبوا قوالب، عشان كده بابل كلها مبنيه بالطوب مش بالحجاره، قدروا يصبوا القوالب. فلما يصب القوالب ليها اسطح مستويه مش زي الحجر، يقدر يتحكم فيها زي ما هو عايز في اي بناء، يقدر على اي ما يقعدش يدور على جبل عشان يجيب منه حجر، هو قدامه الطين. فابتدى يخترع الطين وقال عنه حاجه عجيبه جدا، قال نشويه شيئا. فالطوب الني، الطوب اللبن أيام زمان عندنا في الفلاحين كانوا يبنوا بالطوب اللبن ده اللي هو الطوب الني، لكنه لما يحطه في فرنه في أماين فرن يطلع الطوب الأحمر اللي احنا كل بيوتنا مبنية منه. فهم اكتشفوا أو اخترعوا هذا الاختراع، اختراع الطين يعملوه طوب ونشويه شيئا، طوب أحمر قوي. وكان لهم الطوب مكان الحجارة، يعني الحجارة المتعبة اللي ما تطلعش شكل لكن الطوب يطلع شكل. وكان لهم الحمر اللي هو الزفت مكان الطين، مكان المونة.
أصبح الطوب الأحمر هو المادة الأساسية، وده هو الاختراع الإنساني، وأصبح القار أو الزفت هو الاكتشاف الإنساني. والبشرية كلها أيها الأحباء تتحرك في الاكتشافات والاختراعات، وحينما تظهر أي اختراع أو اكتشاف يغير من شكل، أو قالوا أن الحضارة اتغيرت بسبب الاكتشافات والاختراعات. وفي كل مرة الإنسان يكتشف اكتشاف ويخترع اختراع، مناخيره تطلع فوق، وفي كل مرة يحس أنه قادر يتحدى ربنا. في بداية عصور النهضة لما ابتدوا بالتلسكوبات يشوفوا الكون وحاجات زي كده، قالوا ما احناش محتاجين لربنا، احنا بنشوف اهو، احنا مش عاوزين. وفي بداية الثورة الصناعية كان ايضا انحدار شديد في الروحيات، لانهم حاسين انهم قادرين. فالاكتشاف والاختراع بيوصل الانسان انه يبقى جبور، انه يبقى جبار، انه يقول عاوز اوصل السماء، انا عاوز حاجه لفوق، عاوز اوصل السماء. كانت الاكتشاف هو الحمر الزفت المونه، وكان الاختراع هو الطوب الاحمر. يقال ان البقايا، بعض بقايا اللي موجوده في بابل فيها ملايين القوالب الطوبيه اللي بتستخدم، لان هنا اكتشف الانسان واخترع الاختراع في ارض شنعار. لما لقي الاختراع ده وليه الاكتشاف ده وحسب نفسه والقائد هو جبور، وهذا اول تحالف، وتعالوا مع بعض، قالوا طب نعمل ايه بقى؟ نعمل حاجتين. حاجه الاولانيه، احنا لما جه الطوفان ضعنا، فما نضعش، نعمل ايه؟ نعمل مدينه. حلو، طيب اعمل مدينه. المدينه ليه بيعملوها؟ ليه؟ عشان يعملوا فيها ايه؟ عشان يعيشوا فيها. لكن ايه فكرة البرج؟ ايه فكرة البرج؟ رأسه بالسماء، احنا الآلهة، احنا اللي نطلع فوق. معنا طوب ومعنا مونة، ما بس البنا بدل ما يقعد يقول له بعت مونة يقول له بعت زفت، هنطلع فوق 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 فوق، رأسه في السماء، مدينة معقولة الفكرة الناس كل. انما ليه البرج؟ لانه العمل في أهالينا كده في الطوفان مش يقدر يعمل معانا، ولما نبقى فوق فوق لو جت مية مش هتوصلنا. هذا هو التفكير بتاع جبور، هذا هو التفكير بتاع الإنسان في تحالفات هو اللي هو السيد بتاعها، وهو اللي بيفكر بعيدا عن أن يكون هناك إله. أنا أعمل مدينة أعيش في هذه المدينة، وأعمل برج فوق فوق. شوفوا حضراتكم، كل بلاد العالم تقريبا فيها أبراج، وكل الناس بتتباهى بارتفاع البرج بتاعها فوق فوق. بعدين النمر برضو، الناس لما هنا جم يبتدوا يبنوا بيحبوا يبنوا حكاية الأبراج دي فوق، عايز اطلع فوق برج عالي، ويكتب من تحت بسم الله ما شاء الله، ويكتب برج الحاج فلان الفلاني فوق، رأسه في السماء. ده كان أول تحالف أيها الأحباء، رغبة شديدة من الإنسان الجبور العبقري بتاع التكنولوجيا بتاعة أيامها، قمة التكنولوجيا، قمة التفكير، قمة المهارة. يمكن في سفر التكوين دي تاني مرة تظهر مهارة الإنسان. المهارة الأولى ظهرت في محاولة ستر العري اللي وقع فيه أبونا آدم وأمنا حواء، لما خاط أوراق تين وصنع لأنفسهما مآزر، وده كان فكر عبقري انه يلاقي ورقه التين، غالبا شجر التين البنغالي ده ورق كبير كده، فيحط واحده في واحده في واحده في واحده، ويشبك دي لدي في دي في دي عشان يعمل لنفسه مآزر يستر بيه. دي كانت اول اعلان عن المهاره الانسانيه في محاوله انه يداري عيبه، ان هو بيداري عيبه. دي اول مره. ثاني مره دي المحاوله الانسانيه ان يتطاول على الله في تحالف واضح جدا. هل هم هلا يا اخوانا خلونا نشتغل، احنا اسياد الحته دي، احنا هنبني مدينه، عايز ايه المدينه؟ بنا طوب ومونه، عندنا الطوب عندنا المونه. عايز ايه البرج؟ برج عايز طوب ومونه، عندنا الطوب عندنا المونه.
نعمل طوب ونشويه شيا ويحمر قوي ونلزقه كويس قوي بالحمر فيطلع لفوق. فين؟ فوق. فين؟ رأسه في السماء، رأسنا برأسه. ولو نزل مطر مش هيحصل حاجة. ده أيها الأحباء الفكر بتاع العولمة، أول فك شلة حصلت في التاريخ، قائدها الجبابرة بالعلم وبالمعرفة وبالاكتشافات. لغاية كده أيها الأحباء المشهد عادي، أو مشهد يعني الإنسان جبار قادر يشتغل. لكن المفاجأة أيها الأحباء إن زي ما حد قال هلمة يلا بينا يلا بينا نبني أو يلا بينا يلا بينا مع بعض، كان هناك أيضا العين الموجودة اللي شايفة الدنيا كلها، اللي من حقه في أي وقت يقول لنفسه هلم. يقول كده الكتاب: وقال الرب فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهما، وقال الرب هو ذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم، وهذا ابتداؤهم بالعمل، والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه. هلم، ده صاحب السلطان، هو الإنسان بيدير القصة، هو الإنسان اكتشف اخترع، الإنسان هو المتحكم، هو الإنسان يعمل زي ما هو عايز. هلم ونزل. طبعا التعبيرات لذيذة وجميلة بلغة بسيطة، اتكتبت تقريبا من 3600 3800 سنة، يعني قرب 4000، لكن بساطة التعبير وقوته أنه لم يتكلم إنسان، لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس، وساءهم الروح القدس وساء موسى أنه يكتب بالتعبيرات البسيطة عن التدخل الإلهي، أنه إن كان الإنسان في قمة جبروته وفي قمة إحساسه بأنه هو مالك الدنيا وأنه هو يقدر يبني زي ما هو عايز، كان في الإله موجود، انه مش انت السيد بتاع هذه المنطقه. والحاجه الثانيه، الحاجه الاساسيه على فكره، لما نشوف انه الرب لما كان بيأمر الناس كان بيقول لهم ايه؟ كان بيقول اذهبوا املأوا الارض، اذهبوا توسع افقي، انتشروا انتشروا املوا الارض خير، انتشروا. بس هم مش عايزين ينتشروا، هم عايزين يطلعوا لفوق. بس انا عاوز يبني الروح كيان، مش عاوز ينتشر، يعني ضد حتى المشيئة الإلهية، فكرا ضد المشيئة الإلهية المعلنة. وما حدش يقول الناس دي ما كانتش تعرف ربنا، لأنه لو بتقرأ الكتاب المقدس تكتشف أن معرفة الله ظاهرة فيهم. هابيل قدم بالإيمان ذبيحة أفضل من قايين. ليه؟ لأنه كان عارف ربنا عاوز إيه. بعديه على طول نحكي الكتاب عن أنوش اللي حينئذ ابتدي أن يدعى باسم الرب، معرفة الله ظاهرة فيهم. بعديها على طول نلاقي أخنوخ لم يوجد، لأن الله، لأنه صار أخنوخ مع الله فلم يوجد، لأن الله نقله أخنوخ. بعديها بنشوف نوح اللي ربنا أوحى لي بأمور فخاف، نوح على علاقة مع الله فحفظ نوح ثامنا كارزا بالبر، معرفة الله موجودة. قبل نوح يحكي لنا الكتاب عن أبو نوح. أبو نوح كان مستني تعزية، فبيقول كده: هذا يعزينا على ابنه اللي جاي، هذا يعزينا عن تعبنا وعن عملنا في الأرض التي لعنها الرب. ففكر موجود، معرفة الله كانت موجودة، ما حدش يقول إنها ما كانتش موجودة، كانت موجودة، لكن جبور كان موجود أيضا. عشان كده جه في يوم أو جه في لحظة بتعبير بسيط استخدمه الروح القدس، نزل الرب يشوف اللي الناس عاملها، تدخل الإله. اوعوا تفتكروا ان هناك حدث ما في اي منطقه يمشي زي ما هو متخطط له من الانسان، لان في اله من مشرق الشمس لمغربها اسمك مسبح. من قال فكان؟ ترنيمه اللي كنا برنا، مين اللي قال فكان؟ هم قالوا هلم نبني مدينة ونبني برجا رأسه في السماء. لكن الكتاب يقول أن الرب نزل إلى المشهد
فلما البشر كانوا فاكرين روحهم انهم بيصيغوا شكل العالم اللي كان موجود، ايه قوة جبار، كتف في كتفك، تحالف في اختراع، في اكتشاف، تعالوا نطلع لفوق وننساه، احنا الالهة ننساه خالص. فنزل الرب عمل حاجتين. اول حاجة عملها وقف المشروع، وقف المشروع، مشروع وقف، باز، وبالمناسبة بالعبري باز عبري يعني فسد، باز، باز المشروع. اتنين بددهم من على كل الوحدة دي اللي هي ما فيهاش معرفة الله، اللي مش قايمة على أي شيء لي دعوة بربنا، اتبددت، بددت. حد فهم حاجة؟ حد فهم حاجة؟ حد فهم حاجة؟ إن ربنا ممكن يتدخل فجأة، يتدخل فجأة في الأحداث فيبوظ المشروع ويشتت الجماعة. حد فهم حاجة؟ بصوا أنا اشتغلت شوية مع الجماعة بتوع، أنا راجل مش، أنا يعني مش بتاع ميديا قوي يعني، بس لما شوفوا التصوير في التلفزيون يحصل إيه؟ يكون عاملين مثلا الحتة اللي بيصوروا فيها سموها يعني، يعني الفاهم اللوكيشن، وفي اللوكيشن ده يبقى فيه بتوع الديكور نصبين نصبة كده، ديكور ضخم قوي مشغلين فيه 30-40 واحد لعمله ديكور، بعدين إضاءة، لمبة هنا ومش عارف ايه، وبك هنا ومش عارف ايه، 500 هنا و300 هنا، وكل واحد على من دول في طقم من الكهربائية دول يجيب 20-30 واحد بيمدوا الخطوط الكهرباء. وبعدين جماعة بتوع الكاميرات، اتنين على كل كاميرا، او واحد ومساعد، واحد ومساعد، اتنين، اتنينات على كل كاميرا. وبعدين بتوع الصوت، 5-6-7 صوت، وبعدين مساعدين المخرجين، بعدين في الواد اللي يجي ينشف لك، او اللي تيجي تنشف لك العرق، واللي يحط لك شويه بودره وبتاع، وبعدين في بقى كله كله، بعدين في اللي بيعمل كلاكيت كله كله 100 كده 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 كده، وبعدين في مساعدين مخرجين ومش عارف ايه وبتاع والانتاج ومش عارف ايه، واللي بيبعت يجيب ازازه الميه، واللي بيملى لك ازازه الميه وبيحط لك المج فاضي على انه في حاجه، كل ده موجود مش كده؟ يجي 100 واحد، 500 واحد، وبعدين يبتدوا يشتغلوا يشتغلوا. فجأة المخرج، فجأة المخرج يقول ايه؟ فركش. كله يجري بقى، خلص خلص، بتوع الكاميرات يلموا الكاميرات ويجروا، بتوع الصوت يمسكوا البتاع بتاعهم يجروا، وبتوع مش عارف ايه يمسك، كل واحد يمسك حاجته ويمسك حاجته ويجري، يروحوا على بيوتهم. فركش. كان في تخطيط خبيث جدا ولا نعرف عنه حاجه، كان في مخططات شريره جدا جدا جدا، فيها فلوس وفيها لقاءات وفيها مليارات، وسبعه مليار واثنين مليون ولا مش عارف ايه، وفي طنط السفيره وفي طنط الوزيره وطنط السفيره وطنط الوزيره بيقعدوا مع مش عارف مين وبتاع، وربنا مش هنا، وهنعمل كذا وهنبيع الحته دي ونسلم الحته دي، والحته دي بتاعت كذا والحته دي بتاعت كذا، وجبور موجود والتكنولوجيا موجوده وكله موجود. فجاه فاجاهم الرب، فركش. والنتيجه فشل المشروع وتبدد الاصدقاء. تكوين اصحاح 11، هناك بددهم الرب على وجه كل الارض، مش عشان خطرنا، مش عشان خطرنا، او تفتكروا عشان خطر المسيحيين، ده كلام مش مظبوط، عشان هذا تحدي لله شخصيا، ان الافكار الشريره اللي بتجمع الناس وتقول هنعمل مشاريع وهنعمل كذا ونعمل كذا، والشرق الاوسط الجديد والشرق الاوسط الغريب
والخلاقة الفوضى الخلاقة والفوضى مش خلاقة ويعملوا زمان ضد ان في اله ماسك الكون زي ما عايز في الوقت المناسب ينزل. اقول لكم حاجه غريبه جدا، حاجه غريبه جدا، وانا ربي شغلني بهذه الخدمه. انا بسمع الراديو، انا راجل بحب الراديو، وبعدين ما عنديش برامج معينه تتبعها. سمعت حته كده وضيف بيجايبينه وبعدين بيقول الامبراطوريات لم تقم، لم تقم الامبراطوريات، لم تستمر الامبراطوريات ولم تستمر التحالفات. وداني اتشدت، ده راجل بيتكلم في الاذاعه مش برنامج مسيحي. قال لي، قال ان يد الله بالضبط كده تتدخل في التاريخ. نحن نعيش ايام يد الله تتدخل في التاريخ، ده اللي احنا عايشينه. يد الله التي تتدخل في التاريخ. فكر زي ما انت عايز، جمع طاقات زي ما انت عايز، جمع كل جبور موجود، جمع كل تكنولوجيا موجودة، لكن لازم تعرف ان في وقت الرب بيتدخل. كان الرب باركني من على المنبر ده من كام شهر لحضراتكم فاكرين، لانه لرب الجنود يوما على كل متعظم وعال وعلى كل مرتفع فيوضع. ده كان عشان واجه واحد، كل متكبر بصفة شخصية الله يقف أمامه، لكن أيضا كل تحالفات فيها كبرية وفيها مد راسي فوق وانت مش موجود واحنا الأعلى، هي لرب الجنود يوما على كل متعظم وعال وعلى كل مرتفع فيوضع. أمين، ده اللي بيحصل. طب تعالوا بقى بس عشان ناخد التطبيقات ببساطة شديدة جدا لقصة جبور، قصة نمرود اللي بنى في أرض شنعار. الحاجة الأولانية قبل ما أخش على التطبيق العام اللي احنا كنا بنحكي فيه ده، إن الخوف من التبدد، خوف إن الواحد يتشتت والخوف إن الواحد يموت، خلى الناس تعمل كده. وأنا على المستوى الشخصي في ناس كثيرة خايفة من الموت وعايزة تعمل اسم وتمشي بنفس النظام بتاع الدنيا، يفكر انه علشان اسمه يخلد بشكل او باخر يبقى عنده كنوز معينه يسيبها، يبقى عايز فلوس يسيبها، يعني تحالفات معينه يعملها تاني. صفر، عاوز اسمك يخلد، اتعرف على يسوع، سلم حياتك لي وثق فيه وانتقل من الدنيا انك تبقى عضو في الملكوت الابدي للابد. هو ده الخلود، هو ده الخلود. لا تكنز لكم كنوزا على الارض، مش ده الخلود. الخلود حقيقه في علاقه صحيحه مع الله. صحيح احنا متاثرين كثير جدا بالأحداث اللي بتحصل وسطينا في هذه الأيام، بس اسمع، القصة شخصية والعلاقة شخصية، وربنا بيتعامل مع كل واحد 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 من محبته. عشان كده قبل ما نخش على التطبيقات العامة اللي احنا نعيشها كبلد ونهلل ونرنم، ارجع نفسك، هل اسمك كتب في سفر الحياة بعلاقة صحيحة مع الله ولا لسه؟ ما كانش تقدر النهاردة تقول له أنا عايز علاقة صحيحة معاك من الآن، واللي بيتكتب اسمه هو ده الخلود، يفضل اسمه في ملكوت السماوات للأبد. دي القصة الأولانية. نرجع تاني للتطبيقين بصوت خالص. التطبيق الأولاني إن أي تربيطة بعيدة عن المشيئة الإلهية محسومة بالفشل، ما فيش فيها نقاش. وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض. عارفين هو الذهن المرفوض؟ الذهن اللي بيهجص بالظبط كده، تعبير ذهن المرفوض يعني بيهجص، يعني تطلب منه حاجه يعملك حاجه تاني، يبقى عايز نفسك في حاجه يروح في حته تاني. زي الكمبيوتر، عارفين الكمبيوتر لما يلخبط، ها يعني مثلا تقول له انترنت يروح يجيب لك صوت العرب، دي تعرف انه هجص الكمبيوتر. فحينما يعيش الانسان رافض الخضوع للمشيئه الالهيه فإن ذهنه يبوظ. دي الحقيقة الأولى. أي تربيط، أي تفكير،
أي شيء بعيد عن مشيئة الله نهايته حتمية. دي جزء الأولاني. الجزء الثاني أنه بما أن الله هو المسيطر والمتحكم في الدنيا، الكنيسة، اسمعوني بس الحتتين ما نلخبطش فيهم، جماعة المؤمنين مدعوين إلى الاطمئنان. جيد أن ينتظر الإنسان ويتوقع بسكوت خلاص الرب، اطمئن، الدنيا دي ليها صاحب، وصاحب ده هيعرف يدورها، ومحدش بيدورها بعيد عنه، هو سيبهم شوية يبنوا 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 يبنوا، بس هو عارف امتى يخش. الدنيا دي ليها صاحب، تعالوا نتعلم تو ريلاكس في الأمان الإلهي، بلاش التوتر ده. ولو ان انا يعني منظر بتاع الكنيسه يقول الناس دي مش متوتره، لك تعال تو ريلاكس. على راي واحد قريبنا صعيدي، ليه راكس او ريلاكس، واحد نرتاح فيه. لان علامات الريلاكسيشن، علامات الطمانينه، دليل على الايمان. فقدس الرب الإله في قلوبكم وأنتم مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب. أوكي. في هذه الأوقات والناس كلها متوترة، المؤمن الحقيقي عنده إيمان بطمأنينة، يخلي جاره يقول له أنت ليه كده، والجيران كتير قوي بيسألوا اليومين دول، الجيران حبايبنا كتير قوي بيسألوا اليومين دول، لاني انا عارف انا في ايد مين. مش انا بس، وانا عارف البلد في ايد مين، مش انا بس وعارف التحالفات مين يقدر يقف قدامها، انا عارف. فنطمئن في بعد شخصي، في بعد حقيقه. الناس اللي عارفه ربنا وبتتجاهله نهايتهم تفكيرهم واضح. وبعدين في حاجه تانية بقى، اجابه إيجابية. إذا كان علي أن أنا تو ريلاكس، كان علي أيضا أن أنتظر. بصوا سامحوني في اللي أنا أقوله، يمكن أنا يعني شوية كده متطرف. الآية بتاعت لأن كل الأشياء تعمل معنا للخير الذين يحبون الله، إحنا بنرددها كده، يعني نقول إيه؟ يعني كأنه إيه؟ بلوة في 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 بلوة يساوي خير، ونبقى عايشين في البلاوي بس مستنيين خير. لا، مش كده. هي الأمور مش زي ما بتمشي، زي ما في الآخر بتنتهي خير. لا، ده الرب ليه مشيئة وليه شغل، والشغل هو شغل اللي هيوصل في النهاية، شغل اللي هيوصل في النهاية، هنشوف شغل إيديه، وفي النهاية نفهم إن هو عمل كده. إذا كنا بنطمئنه فيه، نطمن فيه إن هو اللي ماسك كل حاجة، وده إعلان إيمان في هذه الأيام، لكننا أيضا ندور على شغله. فين شغلك يا رب؟ مش النهاردة، بكرة، وكل الأشياء تعمل معنا الخير الذين يحبون الله فيه. لا، كل يوم الله بيشتغل. يا بخت الناس اللي عينيها الإيمانية قادرة تلقط إيه اللي بيحصل، مشيئة الله التي تتم. أنا كنت في كنيسة الأسبوع اللي فاتت ورنموا لأول مرة الترنيمة بتاعت شق السماء، رنموها بطريقة جميلة يعني عجبت، قالوا شق السماء ماضي ونزل لأرضنا، مش انزل، لا ده نزل وشق السماء. حلو، ها فعلا كده. يا جماعة الرب المؤمنين، الله هو المسيطر. ترنيم، فريق ترنيم، فضلوا ده فريق ترنيم، فضلوا فريق العازفين، فضلوا. العازفين راحوا فين؟ شردوا. مفيش غيرك؟ وصلوا. مراحل النمو في الأولاد الصغيرين لذيذة، مش كده؟ الواحد دلوقتي بيستعيد مراحل نمو عياله في الحفيد الصغنون اللي ربنا اداهولنا.
مراحل النمو لذيذة كده. زمان بالعين نايم كده على النعسان على صدر أمه، فجأة أبوه يحط المفتاح في الباب، تيك تيك. بابا، أحلى حاجة يسمعها أب في الدنيا إن الولد أدرك إن ربنا أبوه جه. في يوحنا 21 الدنيا ضلمة، في فشل شنيع، نزلوا البحر سبعة أنفار، سبع صيادين مهرة ما جابوش ولا سمك. جالهم الرب كده في الفجر شايفينه، وراح قال لهم يا غلمان ألعل عندكم إداما أكل، يعني سمك؟ قالوا له لا، مش عارفين الدنيا ضباب. بعدين يوحنا ده أصله مؤلف، راح مبايل على بطرس وقال له إيه؟ هو الرب. بص، مايل على اللي جنبك وقول له هو الرب. مايل، هو الرب، هو الرب، تعال نرنم هو الرب، هو الرب قد قام من الأموات وهو الرب. ببناء بعض الأمور اللي تبدو إنها ستنجح وأنت عارف إمتى هتيجي، وأنت هو أنت صاحب كل سلطان. أنت الرب، أنت الرب، ركبتي بتنحني قدامك. أنت الذي تعمل الآن في بلادنا، أنت الذي تعمل الآن في شرقنا، أنت الذي تعمل الآن في العالم، أنت الذي لا تقف أمامك ممالك ولا إمبراطوريات بكل التكنولوجيا والعلم والاختراعات والخبرات اللي فيها. أنت الذي يستطيع جبور أن يقف أمامك. أنت الرب، مرة تاني، هو الرب. Thank you.
المهيمن، أنت الحقيقي وحدك، الحقيقي وحدك، الحقيقي وحدك. كله كذب، كلها كذب في كذب، والكذب ما يطلعش دورين أبدا، كذب أرضي جدا ما يطلعش دورين، ومهما كان الكذب وصور الكذب والصور اللي بتجينا من الكذب ما يطلعش دورين، كذب دور أرضي ينفعش، ما يقدرش يطلع كذب كذب. أنت إله، أنت إله الحق، أنت الحقيقة، وإن كان كل الناس بتنسى أنت الحقيقة، أنت الحقيقة وأنت الوحيد الحقيقة. يا رب احنا بنشكرك انك انت ضابط الكل وانت الحق، وعايزين نهتف مع الخليقة نقول لك كده: ربي كل الخليقة تعلن حقيقة انك صالح. أنت إله صالح، إحنا بنعلن عن إيماننا بيك، أنت إله صالح، أنت إله صادق، أنت إله لم تغب أبداً عن المشهد، أنت إله ضابط الكل، أنت الملك، أنت السيد. إحنا بنحني ركبنا أمامك يا ملكنا، بنحني رؤوسنا أمامك وبنهتف ليك، أنت الملك وإحنا عبيدك، وبنشكرك لأن إحنا أولادك وعبيدك، وبنشكرك لأن هذه الدنيا لها ملك، ولأن مصر ليها ملك، ولأن الشرق كله ليه ملك، والدنيا دي كلها بيحكمها ملك واحد. يا رب احنا بنسجد لك بكل يقين، وبنعلي حسنا بالهتاف، واحنا فرحانين ان لينا ملك يهتم ويرعى. إلهي ملكك أبدي وعظيم اسمك في الجبروت، قدامك ترفع عينك Yeah.
عينينا عليك، عينينا عليك ومستنينك، مش هنشوف في المشهد غيرك، احنا مستنينك في اسم يسوع. آمين. تعالوا الوقت الجاي نلتف حول مائدة الرب. خلونا ناخد لحظات. هو الرب، هو في وسطنا، هو ملك وعالي ومرتفع. خد لحظات استمتع بحضوره. هو النهاردة جاي يقدم ذاته لينا لكي نأكل من هذا الجسد ونشرب من هذه الكأس، وعايز يتحد بينا. خلونا كلنا نقول له ينبغي أنك تزيد في هذه الأيام في حياتنا، في كنيستنا، في بلدنا. ينبغي أن ذاك يزيد وأنا أنقصه. زيد يا رب بحضورك في وسطنا، استمتع بأنه موجود وقريب. هو حي، حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. حي، إلهنا حي. اسمعوا، تلامس مع حضوره زي ما كنا بنسمع. استريح، ريلاكس. تعالوا ناخد دقيق كده نستمتع ونستريح في محضر الآب. هو عايز يقبلك، هو عايز ياخدك في حضنه، هو عايز يريحك من أتعابك وهمومك. يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال، تعالوا النهارده لهذه المائدة المقدسة. هو يريد أن يطعمنا ويسقينا. هو صالح، هو ملذ، هو حلو، هو رائع، هو بارع، هو أبرع جمال من كل بني البشر، هو مريح، هو معزي ومعيد، هو الأب والمسؤول. عايزين يجي كعائلة النهاردة حوالين أبونا السماوي، نلتف من حوله. خلونا نقف في مكاننا، احنا بنقول الكلمات دي. وعايز ادعو الشيوخ ورعاة الاجتماع، حضرات القصوص الموجودين اللي يتقدمونا، تفضلوا. خلونا نقول له كده، ده جماله بارع بارع، اجمل من كل الناس، واحنا جايين ليه. هو مكسور لاجلنا، لكن هو ابرع جمال، هو ابرع جمال. هو عايز يسكب من جماله علينا النهارده. امين. هو عايز يسكب من جماله على الكنيسه، على عروسه، عايز يزينها، عايز يظهرها بمجد في هذه الأيام. تعالوا نشاور عليه ونقول له أنت جمالك بارع بارع. Oh.
عايز استأذنكم تعالوا ناخد لحظات تانية. غمض عينك وصدق في عمل الروح القدس اللي يفتح علينا ونرى الأبرع جمال. خلينا ننظر الملك ببهائه بمجده، جماله بارع أجمل من كل الناس. عد قلبك ليه النهاردة، لو في جمال تاني في حياتك مش حقيقي، لو جمال العالم في حياتنا كعروس تعالوا النهاردة نطرده من قلوبنا، لأنه يريد أن يسكب من جماله علينا، لأنه يريد أن يشرق بنور وجهه علينا. عد قلبك، لأنه الملك عايز يسكن في حياتك بغنى وبقوة. تعالوا نقدس حياتنا بدم يسوع لكي يسكن ملك الملوك، وتكون قلوبنا وكنائسنا هي مسكن للرب على هذه الأرض، مسكن لملك المجد على هذه الأرض. رب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر وكسر، فلنشكر نحن أيضا. هللويا. يا رب في كل مرة بتجتمع كنيستك اللي هي جسدك اللي من خلالها هتتمم مقصدك على أرضنا المحبوبة مصر، يا رب يا رب بندعو بعضنا بعض يا رب، ونحن نقف أمام هذه المائدة لنتناول من الخبز ومن الكأس، ومن يا رب ندعو بعضنا هلموا 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 لكي نقدم الشكر الملك الملوك ورب الأرباب. هلموا أيها شعب الرب جميعا لكي نعلن يا رب أنك وأنت مرتفع على صليب الجلجثة قد أفشلت تماما، أفشلت تماما يا رب مشروع عدو الخير، يا رب أفشلت مشروع إبليس لإهلاك البشرية. نشكرك لأن على الصليب يا رب تصالحنا معك، نشكرك لأن على الصليب يا رب صار لنا يا رب حق البنوة، نشكرك لأن على الصليب يا رب أعلنت لينا أنه لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. نشكرك لأن على الصليب يا رب أعلنت تماما أنه العدو قد تم خرابه. نشكرك يا رب من أجل محبتك لينا يا رب، نشكرك من أجل عملك الفدائي على الصليب. ساعدنا بعد أن نتناول يا رب نخرج جميعا معا يا رب ونعلن ونخبر بموتك وبقيامتك وبمجيئك، لنضم نفوس جديدة يا رب لدائرة محبتك. يا رب بنشكرك في هذا الصباح المبارك، بنشكرك من أجل عملك يا رب في الماضي وفي الحاضر وفي الأيام اللي جاية يا رب، ناحية بلادنا، ناحية يا رب كل حياة البشرية يا رب اللي بتهلك بدون أن تتعرف عليك. يا رب ساعدنا لنكون لنا يا رب كرازة حقيقية، ليكون لنا صوت بكل مجاهرة نخبر عنك يا رب وندعو آخرين لمعرفتك. في المسيح يسوع بنشكرك لكل مجد. كل اللي عايز يتقدم للمائدة خليك واقف، وخلونا ناخد الوقت ده في عبادة، خلونا نثبت عينينا عليه، استقبل منه النهاردة. يا له من حب عجيب Yeah.
خذوا كلوا، هذا هو جسدي المكسور من أجلكم. وبعدما أكلوا من الجسد شربوا من الكأس أيضا. خلونا نشكر الرب لأجل دمه المسفوك من أجلنا، لأجل عمل دم يسوع، دم يتكلم بالحياة والإبراء والشفاء. قل له اغسلني بدمك، أشكرك لأنك تقدسني وتطهرني، أشكرك لأنك تعطيني حياة منتصرة وغالبة. خلونا نشكر الرب لأجل عمل الدم. نباركك يا رب لأنك حمل الله الذي يرفع خطية العالم، الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. نعظم دمك، نعظم موتك، بل نعظم قيامتك وتبريرك يا سيدنا الرب. نسجد بقلوبنا وحياتنا متضرعين يا رب لأجل سترة الدم الكريم لحياتنا، لأجل شفاعة الدم الكريم في كل أيامنا، لكي تكون معمولة أعمالنا بدم الحمل، لكي نقف أمامك بلا عيب. نباركك يا رب لأجل تقديس الدم وعمل التكملة الحقيقي.
نباركك يا رب، لأن كل من يستتر بدمك يقف أمامك بلا خجل وبلا عيب في الابتهاج. لك الإكرام في الكنيسة، لك العز والسجود في الكنيسة، لك كل الجلال إلى أبد الآبدين. آمين. فيك حرية، فيك شفاء، فيك سلام.
يسوع نبارك اسمك.